مذبحة أسرية في دشنا، عامل يقتل والده وأربعة من أشقائه ويسيب أمه. تفاصيل صادمة هنعرفها مع بعض. أطلق شاب اليوم الاثنين النيران على والده وأشقائه ووالدته بقرية أبو مناع غرب بمركز دشنا شمال محافظة قنا، مما أسفر عن مقتل 5 أشخاص وإصابة والدته. كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا تلقت بلاغ بمقتل 5 أشخاص وإصابة السيدة بطلقات نارية بقرية أبو مناع غرب مركز دشنا. تم الدفع بصلات الإسعاف لموقع الحادث، وبالفحص تبين مقتل عبد الناصر 70 سنة وأبنائه الأربعة وهم أحمد ومحمد ووحيد ونجاة إصاب وإصابة زوجته سعاد بطلق ناري بالساقين. تم إعلان مستشفى قنا العام واختار النيابة العامة بالواقعة المباشرة للتحقيقات. أكدت التحريات الأولية أن ابن المجني علي الأكبر أطلق النار على أبوه وأمه وأخواته بسبب خلافات عن ميراث. تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهم وجاري عرضه على النيابة العامة. تم نقل الجسامين مشرحة المستشفى وتحرر المحضر بالواقعة وصلت النيابة العامة مباشرة للتحقيقات، والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابستها.